في هذا الزمن الصعب والحروب والمآسي التي تحدث في الدول المجاورة، وفي خضم معاناة الإنسان اليومية والخوف المتزايد في قلوب الناس من المجهول الآتي، كم كان الإحساس جميلاً والمشاعر جياشة مليئة بالثقة والحب والأمل عندما حصلتم على جائزة تيمبلتون للوئام والسلام. فهذا زادنا فخراً واعتزازاً وحباً لجلالتكم، فقابلتم العطاء بكرم هاشمي أصيل ينم على حرصكم المعهود على المقدسات حين تبرعتم بجزء كبير من هذه الجائزة لإعمار كنيسة القيامة، وأنتم تبرزون للعالم أجمع الصورة الحقيقية للإسلام ونموذجاً فريداً للعيش المشترك وإصرار زعيم عظيم على حفاظه على النسيج الوطني السليم والحقيقي في مملكته. فعملكم هذا يا صاحب الجلالة وأداؤكم لمهامكم في وصايتكم ورعايتكم لمقدساتنا الإسلامية والمسيحية لهو خير مثال للعالم على الجهاد الحقيقي، ودرس للجميع بأن يؤدي كل عمله على أحسن وجه.